خليني اسال بقى اسئله صحفيه وانت صحفي كبير وعارف انه الصحفيين بيبقوا عايزين ياخدوا اخبار وياخدوا ردود واضحه. ما هو تقييمك لحجم الاقبال؟ هل شايف انه كبير متوسط؟ لا، حجم الاقبال ضعيف جدا. 26.5 ترى انه حجم الاقبال ضعيف، لكنه يؤكد لي حيره الناخب في عالمه، مش بس في عالمه وفي بلده. الناخب المصري بعتقد زيه زي ناخب كتير انا بظن في العالم كتير قوي. ما فيش، لو بصيتي حتى لكل الدول حتى الديمقراطيه ما تلاقيش في حزب غالب في منطقه، حتى اللي خد اغلبيه مضطر يعمل، او خد اكتر اصوات مضطر يعمل تحالفات. العالم كل الخيارات الموجوده قدام العالم تقتضي من الناخب او بتفرض على الناخب غصبا عنه، اولا بتواجهه بحيره وبتفرض عليه صعوبه جدا في الاختيار. ان العالم بيتغير، قولي لي انت دايما تختاري، اذا ابسطها بطريقه بايخه جدا او يعني بطريقه بدائيه جدا، لو دخل في سوبر ماركت حتى لو حد بيخش قدامه فيض من الخيارات وبيقف متردد ياخد ده وما ياخدش ده، ومرات ياخد حاجات ما لهاش مش عاوزها، لكن قدامه بتغريه وبتشده وفي حاجات بتصده مع انها لها قيمه. لكن انت قدام خيارات، عالم بيتغير والخيارات اللي فيه كتير قوي مفتوحه، والامكانيات والاحباطات والفرص كلها بتجري ما بتنتظرش حد. فانت قدام فعلا مجتمعات ابسط حاجه فيها انها محتاره،